الليبرال طبيعي او مش طبيعي تمر ببعض المناطق اللبنانيه وتلاقيها معتمه وما فيها زينه عيد الميلاد؟ لا للحقيقه انا ورجع على المطار هيك من يومين، لان كنت بمؤتمر مش كنت عم طحنك، مؤتمرين ايضا، لقيت رجع هيك الطريق من المطار على الاشرفيه ما في شجره ما في شيء، حزينه نفسي حزينه حتى الموت. بس بتعرفي شو بالنسبه لي؟ انه طيب ما هيدي الزينه اوريدي موجوده كل سنه بتحطوها هي زيتها، بليز حطوها على الطريق وضوها على حساب الدولة لما بتجي كهربة الدولة، على القليلة العالم بتحس بالفرح. يعني طبيعي أو مش طبيعي تلجأ، حرام حرام نسرق البهجة من قلوب الناس. يعني معلش التجار بعرف الوضع الاقتصادي مش منيح، بس معلش إذا زينا الطرقات بنعرف إنه اللبناني لما ما قادر يحط شجرة ببيته بيروح بيقف على الطريق وبيتصور حد الشجرة، ما تحرموا هالعالم من فرحة العيد. هيدا سبب اختيارك للون اللي بتصير؟ إيه لأنه هيدا شهر نويل وجوي نويل جوي نويل بغيمو الله جوي دافة لإلك لحبك للحياة. مي دافي شي كده على سيرة الزينة، كان بدي أقول أنه بس بطرابلس دفعوا حق شجرة جديدة وحطوها بساحة النور حد الله، مطرح ما كانوا يقولوا أنه هن المتطرفين والإسلاميين. هذا كان رد، هذا كان رد على بيان طلعوا أحد الشيوخ المتطرفين فعلا طرابلس صورة التعايش واللي رفضوه أهل طرابلس وحطوا شجرة جديدة ما كانت موجودة قبل وزينوها الإسلام والمسيحية وقالوا هيدي طرابلس. ماشي طبيعي أو مش طبيعي تلجأ بعض المؤسسات على فوق بيير. شفت كليب على يعني وصلت على الواتساب، في سيدة من سيدات الثورة طالبة انه يجيبوا طناجر يكتبوا عليها شيء ويشز عندهم اياها او ملاعق او شيء لتعمل منهم شجرة. يعني اللبناني ما بيفقد هالحس الابتكاري اللي عنده اياه. بقى مالي مش بس شجرة بالطناجر، اهل الاشرفيه بليز اعملوا لنا كم شهر كم شجره، وبالزلقه وين ما كان بكل المناطق وبالحمره لازم العالم تحس بفرحه العيد. صح ماشي دياب.